قاعدة: الروم حكمه حكم الوصل. شو معنات حكمه حكم الوصل؟ يعني الحرف الموقوف عليه بالروم يعامل معاملة الحرف الموصول. مثلا انظر إلى اللوحة: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر، تعالوا لنقف عليها بالسكون، تصبح ساكنة وقبلها مكسور، شو بنعمل؟ نرقق. فيغفر. بينما إذا وقفنا عليها بالروم معناها نقف براء مضمومة صوتها منخفض، إذا نفخمها فيغفر. واضح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، في الوصل مكسورة، أليس كذلك؟ فإذا وقفنا بالسكون تصبح الراء ساكنة وقبلها مفتوح، فنفخم القدر. القدر في ليلة القدر. لما وقفنا بالروم شو عملنا؟ رققنا وكأننا وصلناها. في ملاحظة مرت معنا، مين وقت عم يقدم؟ المغرب؟ لسه؟ هذا بتوقيت مدينة أخرى بالظاهر. في ملاحظة نسينا نحكيها يا أخواني، أن الحرف أو الكلمة الموقوف عليها بالإشمام يدخل عليها العارض السكون، تعامل معاملة الموقوف عليه. إذا بدك توقف بالإشمام، يعني مثلا بدنا نوقف على إن الله بكل شيء عليم، آخر الأنفال، عليم، كيف بنوقف عليها بالإشمام؟ عليم، أي من سكن من ضم الشفتين، عليم عليم، هي أربعة. الآن ستة: عليم، تمام، لحعيدهم وعيدوا وراي: عليم. هلا أربعة: عليم. هلا ستة: عليم. أما الروم فلا يكون إلا مع القصر كالوصل: عليم وبس. واضح؟ طبعا في عندنا ثلاث أوجه على إيه؟ على السكون المحض. كلمة محض يعني سكون خالص، يعني لا روم معه ولا إشمام. ما لا يدخله الروم ولا الإشمام. في عنا أشياء في اللغة أيها الإخوة لا يدخلها الروم ولا يدخلها الإشمام. انتبهنا كيف؟ يعني مثلا لما بنقول فروح وريحان وجنة نعيم، وجنة هذه مبسوطة، لا بدنا واحدة مربوطة. اللهم صل على الحبيب. إذ قالت الملائكة مثلا، الملائكة لما بنوقف عليها شو بنقول؟ نبدل التاء هاء، والهاء هذه لا يوقف عليها بالروم ولا بالإشمام. مثلا قالت الملائكة، إذ قالت الملائكة بنقول إذ قالت الملائكة، هاء ساكنة وبس، فلا يدخل الروم ولا الإشمام هاء التأنيث. هذه اسمها شو اسمها؟ هاء التأنيث. فرقوا بين تاء التأنيث وبين هاء التأنيث. ألو صحيانين؟ خذوا نفس عميق. يا أخواني في عنا شيء اسمه هاء التأنيث وفي عنا شيء اسمه تاء التأنيث. تاء التأنيث هذه تدخل على الأفعال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. هذه كلها شو اسمها؟ تاء التأنيث، تلحق الأفعال للدلالة على تأنيث الفاعل، وتكون تاء رسما ولفظا ووصلا ووقفا. بينما هاء التأنيث تلحق الأسماء، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. الكلام على هذه، على هاء التأنيث التي تلحق الأسماء
وتكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. هل يدخلها الروم والإشمام؟ لا يدخلها الروم والإشمام إلا إذا رسمت مبسوطة، فإذا رسمت مبسوطة يدخلها الروم والإشمام. انتبهنا؟ مثل ما كنا نقول من قليل، فروح وريحان وجنة نعيم، هذه بسورة إيه؟ الوهاب. ولذلك الجزري قال جنة في وقعت، ما هيك؟ جنة في وقعت يعني في سورة الواقعة، فهذه مبسوطة، فروح وريحان وجنة، وجنة لنا أن نقف عليها بإيه؟ بالروم وبالإشمام، وجنة. تبهنا؟ لأنها مبسوطة، لو كانت مربوطة ووقفنا بالهاء لا روم ولا إشمام. ما الأمر الأول الذي لا يدخله لا روم ولا إشمام؟ هاء التأنيث. ثانيا الحركة العارضة، الحركة العارضة شو بيقابل الحركة العارضة؟ الحركة الأصلية، مثل ما قلنا مثلا عندك فعل قل، قل فعل إيه؟ أمر مبني على، لكن إذا أجى بعده ساكن نكسر الحرف هذا حرف الفعل للتخلص من التقاء الساكنين. قولي اللهم مالك الملك، قولي، مع أنه شو الأصل فيه؟ قل، أليس كذلك؟ فإذا قيل لي قف على قولي، قولي اللهم، قف عليها بالروم، شو بقول؟ لا روم فيها. يقال لي ولما؟ أقول لأن حركتها عارضة، والروم والإشمام لا يدخلاني على الحركة العارضة. وضح؟ الأمر الثالث الذي لا يدخله الروم ولا الإشمام، ميم الجمع عند قراءة من وصل، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو وقفت على عليهم على قراءة، على هذه القراءة، ليس لك أن تقول عليهم لا بالروم ولا بالإشمام، تخب بإيه؟ بالسكون. بينما كتب عليكم القتال، الموضوع مختلف، عليكم القتال هذه الميم لا روم فيها ولا إشمام لأن ضمتها عارضة. طب أنا مو من شان موضوع ميم الجمع، وضح؟ ما لا يدخله الروم ولا الإشمام؟ أولا هاء التأنيث المكتوبة هاء، فبقولنا المكتوبة هاء مين خرج؟ المكتوبة تاء. اثنين ميم الجمع العلمين على قراءة الصلة. ثلاثة الحركة العارضة، وتفصيل ذلك في اللوحات التالية. نعم، هاء التأنيث المكتوبة هاء هي هاء تلحق آخر مين؟ الأسماء، للدلال على تأنيثها، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، ولا يدخلها الروم ولا الإشمام. رحمة، كيف نوقف عليها؟ رحمة. نعمة، كيف نوقف عليها؟ نعمة وبس. بينما كتب بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، وروى حفص الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا. هذا ما يتعمد يا إخواني، ما يتعمد. عم تقرأ أنت بمحفل ولا عم تقرأ في الصلاة، ما بصير تتعمد هذه الأشياء. يقف حفص عليها اضطرارا أو اختبارا بالتاء كذلك، ويدخلها مين؟ الروم والإشمام. نحو امرأة عمران مكتوبة بالتاء المبسوطة، فنقف عليها امرأة، وبالروم امرأة، وبالإشمام امرأة. واضح؟ كذلك الأمر وبنعمة الله، نقف عليها إما بالسكون أو بالإشمام لأنه لا، عفوا، إما بالسكون أو بالروم لأنه لا إشمام في المكسور. رحمة ربك، رحمة ربك نقف عليها بالسكون فقط. ليه؟ لأن الفتحة لا يدخلها لا روم ولا إشمام، قال الإمام الجزري إلا بفتح أو بنصب، إلا بفتح أو بنصب. وضح؟ ميم الجمع على قراءة الصلة، قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظا، لفظا يعني لا خطا، في حالة الوصل على لهجة بعض العرب، نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم، ولا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. واضح إخواني؟ الحركة العارضة لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. شو معنات عارضة بين قوسين؟ غير أصلية. ويوقف عليه بالسكون فقط، نحو قل اللهم. المثال الثاني وإذ ابتلى، إذ ذالها ساكنة وحركت بالكسر ليه؟
للتخلص من التقاء الثلج. وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ الذال هنا حركتها عارضة. شو أصلها؟ وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. حذفنا من الكلام بلغت الروح الحلقوم ثلاث كلمات ووضعنا بدالها إيه؟ حرف واحد وهو التنوين. اسمه تنوين عوض عن جملة. شو اسمه؟ تنوين عوض عن جملة. فالتقى في النطق ساكنان ذال إذ ونون التنوين. شو عملنا بالذال؟ كسرناها للتخلص من التقاء الساكنين فقلنا ذن، وأنتم حينئي ذن. فكسرة الذال من حينئذ أصلية ولا عارضة؟ عارضة. هل يقف عليها بالروم؟ لا يقف عليها بالروم لأنها حركة عارضة. وضح إخواني؟ طيب نأخذ فاصل دقيقة واحدة في أماكننا لو سمحتم.